بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحدى دروس الحج العظيمة التي لا بد أن نذكرها وأن نعمل بها، وهي أن الحج تلك الرحلة التي تذكرنا بأهمية وعظمة حياة الإنسان، وبالأخص الدم، دم المسلم. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا إلى مكة في السنة الثامنة للهجرة النبوية، أمر بلال رضي الله عنه وأرضاه بأن يصعد فوق الكعبة. نعم، بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان مستعبدا وكان يعذب في طرقات مكة ويضرب ويهان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق سطح الكعبة، بيت الله عز وجل الذي نتجه إليه في صلواتنا الخمس كل يوم، أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن في الناس بالأذان، ليظهر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مقام المسلم مهما كان، سواء كان أبيضا أم أسود، عربيا أو عجمي، مقامه أعلى وأعظم عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة، بيت الله عز وجل. وإن هدمت حجرا حجرا، دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة. هذه هي إحدى دروس الحج العظيمة التي لا بد أن نعمل بها وأن نذكر بها أنفسنا ونذكر به غيرنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.